نتفرج داري، لا غالبا مع الوالد حيت كنتفرج داري، ولكن الوالد كيكون ما ساكنش في الرباط، دابا كاين في الرباط هاد الايام، نتفرج مع الوالد اللي ما بغيش نفايل عليهم انا، زعما نشجع الفريق الوطني وصافي، ما نفايلش عليهم انا، كنشجع الفريق الوطني اللي الحمد لله ولا كيلعب بخير، كما كانت النتيجه ولا مزيان وكنتمنى النتيجه تكون في المستوى. اللاعبين كنشجعهم ونقول لهم زيدوا بقاو، حسيت في هذه المباراه الاخيره حسيت بان كاين واحد الروح ديال ولا بحال العائله، هذا هو اللي عجبني بزاف انا اكثر من كاع النتيجه اللي ديال اخر مباراه، كيلعبوا بحال فرحانين، كيلعبوا كره بحال عائله وحده، وهذا الشيء اللي بغينا للمغرب.